يا بديع يا بديع أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترحم ذلي بين يديك وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وأنسي بك وإليك. إلهي أنا من قد عرفت شر عبد أنا وخير مولى أنت. يا مخشي الانتقام يا مخوف الأخذ يا مرهوب البطش يا ولي الصدق يا معروفا بالخير يا قائلا بالصواب. أنا عبدك المستوجب جميع عقوبتك بذنوبي وقد عفوت عنها فأخرتني بها إلى اليوم. وليت شعري ألعذاب النار أم تتم نعمتك علي. أما رجائي فتمام عفوك وأما بعملي فدخول النار. إلهي إني خشيت أن تكون علي ساخطا فالويل لي من صنيعي بنفسي مع صنيعك بي. لا عذر لي يا إلهي فصل على محمد وآله وتمم صنيعك ونعمتك علي وعافيتك لي وعفوك عني ونجني من النار. يا سيدي يا سيدي صل على محمد وآله ولا تشوه خلقي بالنار. يا سيدي صل على محمد وآله ولا تفرق بين أوصالي في النار. يا سيدي صل على محمد وآله ولا تصل جسدي بالنار. يا سيدي صل على محمد وآله ولا تبدلني جلدا غير جلدي في النار. يا سيدي صل على محمد وآله ولا تعذبني بالنار. يا سيدي صل على محمد وآله وارحم بدني الضعيف وعظم الدقيق وجلد الرقيق وأركاني التي لا قوة لها على حر النار. يا محيطا بملكوت السماوات والأرض صل على محمد وآل محمد وأصلحني لنفسي وأصلحني لأهلي وأصلحني لإخواني وأصلح لي ما خولتني
واغفر لي خطاياي يا حنان يا منان. صل على محمد وآل محمد وتحنن علي برحمتك وامنن علي بإجابتك. اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك خير الرحمة والبركة وألحقني بالصالحين ولا تخزني مع الأشرار وألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي واختم لي عملي بأحسنه وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم ولا تردني في شر استنقذتني منه يا رب العالمين. أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك تحييني عليه وتولني عليه وتوفني عليه إذا توفيتني وتبعثني عليه إذا بعثتني عليه وأبرئ قلبي من الرياء والسمعة والشك في دينك. اللهم أعطني نصرا في دينك وقوة على عبادتك وفهما في حكمك وكفلين من رحمتك وبيض وجهي بنورك واجعل غناي في نفسي واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك على ملتك وملة رسولك صلواتك عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والجبن والبخل والغفلة والذلة والقسوة والعيلة والمسكنة وأعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن صلاة لا ترفع ومن عمل لا ينفع. وأعيذ بك نفسي وأهلي وديني وذريتي من الشيطان الرجيم. اللهم إنه لن يجيرني منك أحد ولن أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل أجلي في شيء من عقابك ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب. أسألك الثبات على دينك والتصديق بكتابك.